طارق ديابي. ثلاثة ضربات جزاء. الصورة هذه الصورة اللي حكيت صغير هذا صغير هذه في المنزل في المنزل. آخر مباراة لك في مسيرتك في مصر ضد النادي الأهلي في الدور الربعنائي وختام هومسك خلاص الدور الربعنائي المفروض كان مصر والأفضل من هيك طلعتوا الأهلي بالنسبة لك طلعنا الأهلي مستحيل طلع الأهلي على الأرض في القاهرة في مصر تقريبا 80,000 70,000 حظك حظك ناخذ شنو حظي الصخرة ما كانش موجود حظي لكن دائما تلقى أخذ شو عملنا 0-0 في تونس وعملنا 0-0 في مصر وفزنا بضربات يعني المباريات كانت دائما صعبة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي دائما صعبة لأن فرق الاثنين فرق كبيرة فرق عريقة فرق تلعب الأدوار الأولى تعودين بصراحة اليوم مباراة ليس بسهلة مباراة مخيفة حتى جمهور الترجي حتى أحباء الترجي خايفين المباراة حتى شاهدنا البنزرتي صحيح خايفهم ويعرف قيمة يعرفوا قيمة النادي الأهلي لكن أنا أقول اليوم الترجي عنده فرصة كبيرة لأن الأهلي ما يلزموش يكتفي بالدفاع اليوم كما قال شكري الأهلي لازم يهاجم لازم يخلق لازم يسجل حتى ينتصر لهذا ذكاء لاعبين الترجي أن يستغلوا العامل هذا طيب دائما وقال من ايامنا الترجي والاهلي ناديين كبار وشايلين هم بعض لكن دائما كنا نقلق من الاهلي لانه لعيب نادي كبير ولكن الان الاهلي موقفه اكثر حرجا لانه لازم يسجل ما هو ما عندوش حل تاني وهيجد صعوبه لان دائما اللي بيدافع غير اللي عايز يجيب اجوان ده قبل المباراه ولكن ماذا قال بعد المباراه بعد ما الاهلي قلب الطاوله هنشوف بقى في رأيه قلب الطاولة ولا عمل ايه مبروك لكل أهلاوي وحظ أوفر لكل ترجي إذن هي مسألة ثقافة ومسألة تقاليد والأهلي يثبت مرارا وتكرارا أنه كبير القوم في أفريقيا ما قلتش حاجة من عندي صحيح بصراحة يستحق الفوز مبروك الأهلاوية قدم الشوط الثاني رائع بدنيا كان حاضر افضل من الترجي علي معلول اللي ما شاهدناهش في الشوط الاول كان محاصر في الشوط الثاني حريه مطلقه اين الشعراري وخصوصا المباركي في الهدف الاول او في الهدف الثاني صحيح خطا من حارس المرمى لكن واضح الترجي وغريب ان الترجي انهار بدنيا بعد الهدف في التعادل هل يدفع ضريبه المشاركه في البطوله العربيه بالصف الاول ومشاركه المنتخب الوطني تقريبا 7 لاعبين في المنتخب الوطني التونسي بالنسبه ممكن للترجي ممكن لانه عكس الشوط الثاني عكس الشوط الاول الشوط شوفوا هنا شوفوا الهدف الاول ونشوفوا صحيح اخطا الحارس لكن شوفوا هنا علي معلول كان وحده كان بدون رقابه وحده وهذه مشكله يعني اللي في الشوط الثاني علي معلول لعب محرين بشوف وحده بدون رقابة وشفنا يمين ويسار كابتن يمين ويسار في الهدف الاول وفي الهدف الثاني وحتى المدرب ذكي ادخل لاعب على الجهه اليسرى ادخل جونيور على الجهه اليسرى حتى يستغل كانه عرف ان الجهه اليسرى ما عادش فما تغطيه يعني هناك حريه للاعب يلعب على الجهه اليسرى سواء معلول او جونيور جونيور سجل هدف جاء من الجهه اليسرى لان مبارك ما كانش موجود في الهدف لانه لاعب اخطا في وسط الميدان شوفوا لنا وخطا بصراحه حتى الحارس لانه مش معقول حارس عنده خبره وحارس منتخب يخطئ بالطريقه هذه شوف رجع الكره بطريقه سيئه وحده كان ممكن ان يمسك الكره وحده ليس هناك معناتها لاعبين معاه المشكله الكبيره في الترجي هو اللياقه البدنيه ثم الشيء الغريب ان اصبح يلعب الكرات الطويله الكرات الطويله ما عادش يمر على وسط الميدان بعد الهدف الثاني اصبح لاعب الترجي بشكل عشوائي طيب. يعني رأي بمنتهى الاعتراف والإشادة والتقدير هو شايف ان فقدوا التركيز وفقدوا القدرة على الرقابة وعلي معلول بقى لوحده واعتمدوا على الكرات الطويلة وانا شايف ان ده نتيجة ان الاهلي فرض اسلوبه عليهم يعني الخطة التي وضعها الكابتن حسام للسيطرة على وسط الملعب والدفاع المتأخر قليلا خليته ما يعرفوش يتبادلوا الكرة في الحتة دي واعتمدوا على ان هم يعني يشغلوا الاهلي بالكرات الطويله يمكن يغلطوا ما هم شافوا ثلاث اخطاء في مباراه القاهره مباراه القاهره وهنا يعني فرادوس لكن الاهلي من خلال هجماته المرتده قلب الموازين واحد واحد
في ناس تقول لك ايه راجع المباراه لنقطه الصفر، لا ده نرجعها لنقطه ايجابيه. اه انت كان لو تعادلت 1-1 تخرج. ايوه. طب لو 0-0 عايز تجيب جول ايه؟ اه عشان على الاقل كده قربت. على الاقل تضمن انك تتعادل 1-1 انت قربت. ف1-1 بقى ناقص لك تجيب جول. جول الاطمئنان، يا تلعب ضربات يا تصعد بيه يا يتعدى وتلعب ضربات تانية. بالظبط كده. فلا 1-1 كانت كويسه قوي. يعني 1-1 خطوه على الطريق. خطوه مهمه. فلذلك جون علي معلول المبكر ده جون سحري. ايوه. يعني لما الجون يجي من ضرب جزاء في اخر الشوط الاول وجون التعادل يجي في اول الشوط الثاني ده سيناريو جميل جدا. فكابتن طارق دياب راى ان الاهلي دفعهم الى العشوائيه في الاداء. هذا تقدير مؤكد لما تشوف المحاور اللي بيقول لهم ويبقى الاهلي ايه؟ لهم دي مساله ثقافه وتقاليد وقامه. لا قال لك كبير القامه الافريقيه. كبير ما تجيبوا لنا البتاعه دي تاني. كبير القامه الافريقيه؟ مش كبير القامه، قال لفظ جميل قوي. اه. ها؟ شوارب مش هيبخل عليك يا عمر. هاتها لنا معلش تاني. نجيبها. لكن التعليق الاولاني بس كده بتاعه. لكن الحقيقه يمكن الملاحظ هي احنا كلها قلبت عرب في عرب بقى. لانه الاطراف الاربعه في الدور قبل النهائي عرب. اتحاد العاصمه الجزائري مع الوداد البيضاوي المغربي. الاهلي المصري مع النجم الساحلي التونسي. الاربعه عرب. علي معلول التونسي يقود الاهلي للفوز على الترجي التونسي. طب تشوفها تاني؟ نشوف. لكل اهلاوي وحظ اوفر لكل ترجي، اذا هي مسألة ثقافة ومسألة تقاليد، والأهلي يثبت مرارا وتكرارا أنه كبير القوم في أفريقيا. ما قلتش حاجة من عندك. صحيح بصراحة يستحق الفوز، مبروك الأهلاوية. الأهلي يثبت أنه كبير القوم في أفريقيا. كبير القوم. شوف بقى لما تفرض احترامك على الناس يقولوا إيه. آه. احفظ التعبير ده. آه. لأن هو ده كبير القوم. كبير لازم يظل كبير القوم في أفريقيا عشان بقى إيه؟ ها؟ هيجي برضه ناس تفصلك في الالقاب دي. هل احنا اللي منحناها للاهلي؟ لا. ولا الاهلي انتزعها نتيجه من منافسين نتيجه انه بيؤدي باحترام يجبر الاخرين على احترامه. ومش اي كبير اخرين كبير القوم في افريقيا. مش سجل اي اخرين سجل يا تاريخ. بص النهارده كبير القوم في افريقيا عصام الشوال التونسي الترجاوي الاهلاوي قبل كده كان له تعبير ظريف جدا، لولا الاهلي في افريقيا لكان لانديه تونس شان اخر. جميل. يعني هو شايف انه جميل. اللي حاجب على التوانسه كانديه فرص التفوق في افريقيا وجود الاهلي. فانا ما اعتقدش هناك تقدير ارفع من تقدير المنافسين وانصارهم. ماذا قال وائل جمعه في تحليله الأهلي عن كبير القوم؟ نتفرج. فوز مهم، واتكلمنا في البدايه على تقاليد الاهلي ورغبه الاهلي دايما في الانتصار والمسؤوليه وتحمل الظروف الصعبه دايما. رد الفعل كان ممتاز بين الشوطين من اللاعبين، تغيير كابتن حسام لطريقه اللعب و4 4 2 وطلوع عبد الله السعيد من العمق المقفول بكوليبالي وفرانكوم وانه يلعب قدام احمد فتحي ويعمل جبهه مع احمد فتحي. حرر علي معلول الشوط الثاني بطريقه ممتازه، انا مبسوط جدا عشان علي معلول وعشان شريف اكرامي الاثنين اللي تسببوا في الخطا الهدف. دخول اجاييه مع ازارو يعني هنا اجاييه استغل لعب راس حربه مع ازارو، ولكن انا شايف اكتر نقطه افادت النادي الاهلي اللياقه البدنيه. مهند النهارده لعيبه واقفه على رجليها كويس جدا، توفيق كبير جدا في توقيت الهدف. توقيت الهدف الاول اللي احرزه علي معلول توقيته ممتاز للنادي الاهلي. علي معلول البراءه والعلامه الكامله الشوط يعني. طبعا صلح الخطا بتاع الشوط الاول مع شريف، انا مبسوط جدا عشانهم هما الاثنين تحديدا. بقيه اللاعبين الشوط الثاني ادوا باداء ممتاز، وتحديدا احمد فتحي روح قتاليه عاليه جدا كعاده احمد فتحي. حسام عاشور ادى اداء ممتاز بخبره موجود الشوط الثاني. علي معلول زي ما قلت، رامي ونجيب اتحسن ادائهم الشوط الثاني. ده الهدف اللي احرزه طبعا معلول.
علي معلول بخطا من معز بن شرفيه ويتحمل مسؤوليته بشكل كبير جدا، لان في اللقطه دي يا كابتن طارق المدافعين بيتركوا الحارس يتعامل مع الكوره، انما يحسب لعلي معلول تكملته. بص هنا الناحيه البدنيه فرقت ازاي مع النادي الاهلي، استغلال المساحات اللي بدات تبقى موجوده في الدفاع. علي معلول الباك ليفت موجود في الجناح اليمين بروح واصرار كبير جدا. عدم وجود المدافع شمام، عدم وجود المباركي الموجود، وعدم وجود شمام في الظهير، ناحيه بدنيه مش يعني ضعيفه جدا عند لاعيبه الترجي اثرت عليهم الشوط الثاني. يحسب زي ما قلت الناحيه البدنيه، الاعداد البدني جيد جدا للاعيبه النادي الاهلي، تغييرات الكابتن حسام وتوفيقها اجايه اللي انا شايفه انه ما يصلحش غير راس حربه، ما ينفعش العبه جناح. كابتن وائل جمعه طبعا حلل واوعز الى الفارق في اللياقه البدنيه اللي ما مكنتش فريق الترجي انه يتمركز ويروح مع الكرات الخطر، وهو يفضل دائما ان اجيب راس حربه وهو تملي في حاجه ملاحظه على أجيب. لا هو مش مقتنع او اجيب الا كراس حربه يمكن، الله اعلم، لكن في كل الاحوال اجيب لاعب مهم جدا طبعا. وتعالى بقى نشوف ابو تريكه الذي نقل عنه كلام مهم جدا. شوف ابو تريكه في الاستوديو ده عشان الناس تبقى عارفه قصه الفيديو ده. ابو تريكه كان في الاستوديو اللي بيحلل مباراه ليفربول، فما كانش معني بمتابعه مباراه الاهلي، لكن هنشوف انه مذيع الاستوديو نكشه. لا ال 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 الترجي جاب جون، ايوه نكشوا. فشوف ابو تريكه بعد ما الاهلي جه في جون توقع ايه. لا يعني هو بيحلل ليفربول، المذيع نكشوا فاديها له بقى.